تسمية مدينة العمارة وتاريخ نشأتها يعود إلى ثلاثة آراء. الأول يرجع إلى أوائل العهد العباسي نسبة إلى عمارة بن الوليد عامل أبي جعفر المنصور الذي عينه والياً على المدينة، والثاني أن التسمية ترجع إلى عام 665 للهجرة حيث أسسها العثمانيون، والثالث أن الاسم متأخر بني فيه مركز لواء الكوت الحالي من قبل العثمانيين لتكون هذه العمارة مرجعاً رسمياً للعشائر الساكنة بهذا الطرف، ولهذا سمي الكوت بكوت العمارة.